نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حضر صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كضيف شرف مراسم تسليم المقر الجديد لمركز الدفاع والتأهيل الوطني بالمملكة المتحدة والذي أقيم اليوم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير وليام دو كامبريدج بحضور معالي السيدة ريزا مي رئيسة وزراء بريطانيا وسعادة السيد هيو ريتشارد لويس جروس فينور دوغ وستمستر وعدد من كبار الشخصيات وقد أكد صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن حضور سموه مراسم تسليم المقر نيابة عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه كضيف شرف تأتي في إطار ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة من علاقات تعاون ثنائية مميزة على الأصعدة المختلفة منوها سموه بعمق العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط البلدين الصديقين واستمرارية تعزيزها عبر البناء على أسسها المتينة وفي مختلف المجالات بما يفتح آفاقا جديدة كما أشار سموه لدى حضوره مراسم تسليم المقر الجديد لمركز الدفاع والتأهيل الوطني لرئيسة وزراء بريطانيا إلى أهمية تقديم الخدمات والرعاية لمنتسب القطاعات الأمنية والدفاعية الذين يمثلون ذروه العطاء والبذل من اجل تاكيد سلامه الاوطان والدفاع في سبيل القيم النبيله للعدل والحق. وقال سموه اننا في هذه المناسبه نستذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز عطاء منتسبي قوه دفاع البحرين ووزاره الداخليه الذين قدموا تضحيات كبيره للوطن ومشاركه باسله في سبيل تعزيز الامن الوطني وامن المنطقه. وأضاف سموه أن برامج التأهيل وفق أعلى المستويات التقنية تمثل حاجة مهمة وحيوية لتقديم خدمات نوعية للمصابين جراء الحروب مواجهة الإرهاب وبما يؤهلهم لإعادة دمجهم في المجتمع ويسهم في عودتهم لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وأكد سموه بأن مركز الدفاع والتأهيل الوطني للمصابين العسكريين في المملكة المتحدة يمثل نموذجا يحتذى لاشكال الرعايه والتاهيل باعتبار ذلك بعدا انسانيا كبيرا معربا سموه عن تطلعه الى استثمار العلاقات البحرينيه البريطانيه المتميزه للاستفاده من امكانات هذا المركز وخبراته في مجالات التاهيل هذا وقد قام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وبرفقه صاحب السمو الملكي دوك كامبريدج بجوله اطلع خلالها على مرافق المركز ويقدم المقر الجديد لمركز الدفاع والتاهيل الوطني الذي تمت مراسم تسليمه اليوم خدمات متطوره تعنى بعمليه اعاده التاهيل للمصابين والذي سيحل محل المركز السابق الذي تم بناؤه عام 1947